عماد، الربع الساعة الأخير، كيف عاش اليوم الأخير في بعبدة؟ جنرال، الربع الساعة الأخير هاي مقدمتك؟ مقدمتي بيعاون ونتلمحوا انه هروب سريع او انه طيب واحد اذا ظهر بعد 47 دقيقة شو بيكون؟ بدنا نحارب حتى النصر اختصرت ب 47 دقيقة مقاومة انتهت باللجوء للسفارة الفرنسية. بس ما كان مثلا ممكن تنفهم شماتي بوقتها القد حساس، بوقتها ما كانت شماتي، بوقتها انا بدي اجي اقول شغلة، جيت انت بدك تعمل حرب تحرير، عملت مؤتمر صحافي بقصر بعبدة بتقول فيه بالحرف الواحد اليوم اعلن حرب التحرير على سوريا، خلصت حرب التحرير رح عم تسقط سوق الغرب، انت قائد جيش ورئيس حكومة عسكرية، كيف بتعلن حرب على دولة ما عندك تكافؤ؟ بدي أقول لك شغلة عن جد يعني، بس هلأ مر علي الزمن يعني رح أقولها حتى لو كانت قاسية. الجنرال عون قهرنا، يعني الجنرال عون عمل معارك وهمية كيف ما يعملها. حربان خاسرتان أنهكتا الشرقية والشرقية، حربان خاسرتان أنهكتا الشعب اللبناني.